أيها الإخوة، ليدعو كل واحد منا أن يطهر قلبه من الشوائب، وأن يجعل قلبه صافيا من الأدران وبقايا النفاق. كمان كان في الصحابي من يسأل سيدنا حذيفة من اليمان، لأنه كان النبي بيسر له، بيقول له دخيلك احكي لي أنا في شيء من النفاق في لك. سيدنا عمر كان بخايف على حاله أن يكون شيء من النفاق. نحن ما شاء الله كان الواحد منا نعم بيرش الناس دراء، يعني رشا لا دراكا كما يقولون، بالتكفير، وفيه ما بيجعل حاله منوب. طوائف أمام مرآتك يا أخي. النفاق له دلائل كثيرة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، هي كلها دلائل النفاق. في شعب من النفاق كثير من العلماء تحدثوا فيها. شم ريحة كفك يا رجل قبل أن تلقى وجه ربك، مو بس تجي تغيب عن نفسك وتفكر بهذا وتفكر بهذا وتفكر بهذا وتفكر بهذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا. آمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. آمين. وطهر ألسنتنا من الكذب. آمين. وطهر أعيننا من الخيانة. آمين. فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. آمين.